بسرعه هاخدكم الخبر كده، لان احنا واضح جدا ان بقى شغلتنا في الاعلام زي ما نقول اخبار، بقى شغلتنا كمان ننفي اشاعات. ومن اكثر الاشاعات، الاشاعات تطلع على نوعين من الناس يا جماعه، هو تطلع على شخص يثير للجدل وشخص ناجح جدا. ومن ضمن الاشخاص اللي عليهم اشاعات كتير جدا الفتره دي كل نجوم منتخبنا الوطني ببساطه كده. هتلاقي في بعض الناس اللي في وسط ما احنا كنا شايفينهم عملوا احسن ما عندهم، وحقيقي ما حدش في مصر كان زعلان واحنا خارجين حتى من غير الكاس، لكن كنا سعداء بمستوى وباداء وبروح وبمكاسب تانية كتيره احنا شفناها مكاسب ما كانتش هي المكسب المنتظر، لكن كانت مكاسبنا. من ضمن المكاسب دي انه حتى الاراء الجدليه حول كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر ابتدت تفهم ان الراجل ده بيشتغل بعقليه جيده. من ضمن المكاسب العظيمه اللي كسبناها حاجه ما حدش كان واخد باله منها، وهي الانضباط في معسكرات التدريب. ودي تفصيلة يعرفها الرياضيين ويعرفها المهتمين بالرياضة، انه الانضباط في معسكرات التدريب تكلفة غالية قوي وعايزة حسم كبير، وعايزة مدرب قادر يدير الفكرة دي، يمنع دخول الكاميرات، يمنع خروج اللاعبين من غير اي مبرر، يحصل حالة كده من الانضباط. ومن ضمن نتائج الانضباط الاكتشافات الكتير اللي احنا خرجنا بيها من لاعبين جدد. ده انضباط برضو، ده عدالة في توزيع الفرص. دي كلها مكاسب بالمناسبة احنا كسبناها. على خلفية كل المكاسب دي ظهرت أخبار كده بتقول لنا أنه كارلوس كيروش قد يرحل عن المنتخب، أو أنه هو قال كده يا جماعة لو أنتوا أنا زعلان عايز أمشي، أنه أنا متنازل عن الشرط الجزائي. كل دي كانت أعتقد أنها إشاعات، لكن خلونا نسأل عن الحقيقة فين. يعني مين اللي ورا فكرة تصدير كارلوس كيروش هيمشي؟ لا بالمناسبة الشرط الجزائي كبير، لا هو هيتنازل عنه. مين اللي بيزق المعلومات دي للناس؟ ومين اللي من مصلحته أنه في الفترة دي وطرنا هذا التوتر؟ خلونا نفهم أكتر، وأهل الرياضة بقى يكلمونا عن الرياضة. الناقد الرياضي الأستاذ عمر البنوبي، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذة دينا، وسعيد بوجودي مع حضرتك. أنا في البداية عايزة يعني أسأل حضرتك عن كواليس لقاء كاروش وأعضاء اتحاد الكرة، إيه اللي حصل في الكواليس دي واللي بناء عليه تسربت أخبار أنه كارلوس كاروش بيقول أنا ممكن أمشي وأتنازل عن الشرط الجزائي؟ يعني الحاجات دي كلها كانت بلا مصدر، ودي زي ما حضرتك قلتي بالظبط، لكن الحقيقة أنه كارلوس كاروش مدرب من المدربين المصنفين على مستوى مدربي المنتخبات على مستوى العالم. كارلوس كيروش بمجرد وصوله للقاهرة تاني يوم الصبح أو في نفس اليوم كان بيطلب بعقد جلسات مع بعض المسؤولين في اتحاد الكورة لبدء ترتيبات معسكر استعداد منتخب مصر لمباراتين الفاصلتين للتأهل لنهائيات كأس العالم إن شاء الله قدام السنغال. الحقيقة كان عنده بعض الطلبات تخص الجيم وبعض الطلبات تخص معسكر المنتخب وبدأ يتكلم فيها، لكن ما فيش أي كلام عن رحيل المدرب. بالعكس، هو مدرب من المدربين المحترمين جدا والمدربين الكبار على مستوى العالم، وده ظهر في شغله ان احنا خلاص وصلنا لان احنا بنوصل فاينل كاس الامم الافريقيه، ما بنخسرش المباراه، خسرنا بس ركلات ترجيح، تقدمنا في التصنيف العالمي النهارده للفيفا ووصلنا ان احنا بقينا في المركز 34 على العالم، رجعنا للتصنيف الاول بقينا الرابع على افريقيا، كل ده من التوابع. حتى انا سمعت برضو الاشاعه الغريبه بتاعت انه منتخب الجزائر بيفاوض كارلوس كيروش، سالت في الاتحاد الجزائري لكره القدم النهارده واصدقاء ليا هناك نفوا تماما الفكره، انه جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر مستقر في مكانه، اصلا مرتب كارلوس كيروش اكبر من مرتب جمال بالماضي، والاتحاد الجزائري قد لا يستطيع اصلا توفير المرتب بتاع كارلوس كيروش. فهي الكلام ده كله غير سليم. حقيقة واضح ان هي اشاعات كتير، لكن اللي قلته لحضرتك في البدايه ان كارلوس كيروش بدا شغله اصلا اوريدي وموجود في مصر، ما خدش اجازه حتى، موجود في مصر وبدا شغله، كل ده بينفي كل الاشاعات دي. ما هو بالتاكيد الوجود واستمرار العمل ينفي الاشاعات، وتحقيق نجاحات قادمه كمان يثبت الاقدام اكتر، لكن انا بس بسرعه عايز اسال حضرتك على خلفيه كميه الاشاعات اللي بتطلع على هذا الرجل. هل في سبب او تفسير كده من كواليس الكوره وكمان الحروب الداخليه اللي موجوده في مجتمع، كل مجتمع يعني؟ لا هو الحكاية مش بالشكل ده، كل الحكاية انه دايما في كل جهاز في مدير فني اجنبي دايما يقولوا ده في خلاف بينه وبين المساعدين المصريين بتوعه، ده الراجل مش مبسوط من فلان، مش مبسوط من علان، طلعت اشاعة انه عايز يمشي كابتن ضياء السيد، عاوز يمشي كابتن وائل جمعة، كل الكلام ده غير حقيقي بالمرة. وكارلوس كيروش متمسك بكل افراد الجهاز المعاون له
متمسك باستمرارهم كلهم، متمسك باستكمال مهمته، ما عندوش اي مشكله، بالعكس هو عنده نوع من الحماس الكبير ان هو يكمل المشوار وان هو يوصل بمنتخب مصر ان شاء الله لنهائيات كاس العالم. لكن هي الاشاعات دي طبيعي في زمن السوشيال ميديا، انه في بعض ممكن ناس مش كواليفايد انها تشتغل في الصحافه، فممكن تقول كلام غير منطقي، او يكون بعض الغيرانين من وصول المنتخب للنهائي والاستقرار اللي فيه المنتخب دلوقتي طلعوا الكلمتين دول. فيعني اتعودنا على ده في المجال الاعلامي الرياضي. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ عمر البنوبي، بشكرك.